ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هتكلم على ايه الاشياء الساره الموجوده خلال شهر سبتمبر لعام 2021 لاصحاب برج الحوت. برج الحوت، لا احنا عندنا حاجات كتير قوي متغيره خلال الفتره دي، او شهر سبتمبر بالنسبه لنا متغير كتير. في ايجابيات حلوه، في تصالح، في بدايه جديده، في خطوات مهمه، في بدايه مهنيه، بدايه عاطفيه، في استقرار، في جو مناسب كتير للاشياء اللي احنا بنتمناها بقالنا فتره. يعني عندنا تحقيق امنيه على فكره، يعني اقدر اقول من ضمن الاشياء الساره ان في حاجه انت بتسعى اليها بقالك فتره يا برج الحوت بتلاقيها ان هي بتحصل، خبر ايجابي او خبر متميز انت منتظره بقالك فتره، يمكن بالنسبه لك منتظر مولود جديد او منتظر استقرار ليه علاقه بمنزل او ليه علاقه بشان مالي او بميراث او بحق قضائي يرجع لك مره ثانيه. فاذا انت عندك حاجه ليها علاقه برد حق، حاجه ليها علاقه ببدايه، بامنيه، او حاجه كانت شغله بالك بقالها كتير قوي كنت بتسعى ليها بقالك فتره كبيره، فبتبدا ان الامنيه دي تحصل لك، فبتحس بحاله من الامان وحاله من الجو المميز كتير بالنسبه لك، فيه بهجه حلوه كتير. النقطه الثانيه ان انت عندك في منشغل بامر مهني، منشغل بنجاح مهني، منشغل بعمل معين، منشغل ان انت عايز تطور من نفسك مهنيا. يمكن يكون بالنسبه لك عندك عروض مهنيه، لكن انت عندك ان انت عايز تشوف اي عرض افضل، عايز ان انا اوصل لحاجه مميزه، لافضل شيء، احقق نجاح في العرض اللي انا هقبل بيه او هوافق بيه. فاذا انت عندك مشروع، عندك عرض مهني، المشروع انت اللي بتقوم بيه، او العرض ده بيجي لك، او المشروع ده سواء حتى كمان كانت شراكه، فاذا انت عندك تحقيق شيء مهم في الامور المهنيه، تحقيق نجاح. كمان بالنسبه لك في حاجه مهمه كتير، انت ما كنتش راضي عن حاجه قبل كده، او كان عندك بعض الامور الخاطئه اللي انت كنت شايف ان هي مش الطف حاجه، مش احسن حاجه، وبتحاول تغيرها، فعندك حاله اهتمام، حاله تصليح من امر خاطئ انت قمت بيه، من حاجه انت مش راضي عنها، وبتبدا ان انت تصلحها، قرار، فعل، خطوه، امر ما، فانت بتصلح الامر ما ده وبتوصل بيه لنتيجه مرضيه، وبتوصل بيه لنتيجه مرضيه انت ما كنتش متوقع ان انت تكون راضي عن النتيجه دي بالشكل ده. يعني يمكن بالنسبه لك انت كنت مفكر ان انا اقدر اصلح بعض الخطوات، لكن انت قدرت انك تصلح كله، او تصليحك لبعض الامور عمل ضجه حلوه او عمل شيء مميز، فعندك ده كتير. طيب بالنسبه لي الامور العاطفيه، كتير من اصحاب برج الحوت عندهم خطوبه، عندهم زواج، عندهم بدايه عاطفيه، عندهم عقد عاطفي، يعني في خطوبه، في اتفاق، قرايه فاتحه، كاتب كتاب، الكلام ده كله، فعندنا ده ففيده جدا جدا يا برج الحوت. في كمان بالنسبه لك نسبه رجوع هايله جدا جدا، يعني برج الحوت عنده اكتر نسبه رجوع، عندك ان انت بتتصالح مع نفسك كتير، وبتبدا تقول لنفسك لا انا كنت غلطان في امر معين، لا انا كنت زعلان وما كانش ينفع ان انا ازعل قوي كده، فعندك ان انت بتراجع نفسك مع امور انت اتخذتها مع الشريك، فبقى عندك حاله من قرب العلاقات، بقى في عندك حاله من الجو الرومانسي، الجو اللطيف، الجو الحب، الجو العشق، فعندك ده جدا جدا يا برج الحوت. برج الحوت كمان بالنسبه لك او في رجوع بنسبه كبيره، عندك مولود، يعني برضو ده من ضمن الاخبار الساره الحلوه كتير بالنسبه لك. عندك في حاجه ليها علاقه بشيء جديد، زي ما قلت لكم من شويه، حاجه جديده ليها علاقه ببيت جديد، ليها علاقه بانتقال لمنزل جديد، ليها علاقه بسياره جديده، ففي شيء جديد، الجديد بيجدد. عارف فكره بالظبط كده لما بتعمل حاجه جديده في حياتك، فبتحس ان انت فرحان قوي ومبسوط، وعندك حاله من البهجه وحاله من السعاده، الجو الحلو ده، فعندك ده جدا جدا يا برج الحوت. برج الحوت كمان عندك حاله من الاستقرار العائلي، الاستقرار من الامور الحياتيه، سواء الاصدقاء، عندك بعض الاشخاص اللي انت كنت على خصومه معاهم، لا بيتم في تصالح، في حاله من الموده، حاله من قرب العلاقات، حاله من ان انا بصلح اتنين على بعض، حاله من ان انا في جو تصالح، هو في جو تصالح، في جو قرب علاقات، في عندك اشخاص جديده بتتعرف عليهم، اشخاص جديده، بيكون في علاقه حب، علاقه موده، علاقه احترام ما بينك وما بينهم، تكوين صداقات جيده كتير، تكوين صداقات من مناصب قويه او من مكانه مميزه بالنسبه لك يعني.
فيكون عندك ده جدا. عندك كمان ان انت في زيارات متبادله ما بينك وما بين بعض الاشخاص، وده بيسير في نفسك الايجابيه لان انت شخص اجتماعي وبتحب ده كتير. هيكون عندك اتصالات، تواصلات، اتصال مباشر غير مباشر، ولكن ده بيأثر كتير في نفسيتك بايجابيه، وكمان بيخلي ان انت لما بيكون عندك اشخاص كتير تعرفهم بتحس بحاله من الامان وبحاله من السند. لو وقعت في اشخاص عارفهم، لو احتجت حاجه، لا ده هيساعدني، ده هيعملني، ده هيقف معايا، ده هيخدمني في ايه، فعندك حاله من الامان، حاله ان حاسس ان حد بيسندك. طبعا السند الله وحده هو السند، يعني انا بالنسبه لي مفيش شخص على وجه الارض يسند، ربنا بس ربنا جعلنا اسباب في حياه بعض، يعني جعلك سبب في ان انت تسند فلان او فلان يسندك. فانا بصراحه بتضايق من نفسي لما اقول ان فلان يسند او حد يبقى سند، لا مفيش حد سند الا ربنا بس هو اسباب بس ربنا جعلنا في بعض كده. المهم الحاجه اللي بعد كده ان انت عندك طاقه في العمل، طاقه في ان انت تجتهد اكتر، طاقه في السعي، وده برضو تأثيرات على فكرة ان المريخ موجود فين دلوقتي، يعني هو موجود اول 14 يوم في برج العذراء وبعدين بعد كده برج الميزان، فبيدي تأثيرات حلوة، يعني بيدي لك التأثير الاثر بتاع ده كله ان انت عندك طاقة في ان انت تكون ضد اعدائك، عندك طاقة في انك انت تتميز وتتفوق وتتعدى الازمات، تعدي الازمات، تعدي المشاكل، ما يبقاش عندك خلافات، ما يبقاش عندك اختناقات، ما يبقاش عندك مشاكل، فعندك ده جدا، يعني ان انت بتخرج من ازمات، بتخرج من مشاكل، فعندك النقطة دي كتير جدا جدا. فطاقة حلوة، طاقة متميزة، طاقة حلوة ان انت تجتهد، تنجح اكتر في الامور المهنية، انك انت توصل لشيء انت بقالك كتير بتسعى ليه، في تحقيق امنية معينة، في تحقيق تارجت معين، تحقيق هدف معين، فعندك ده جدا. طيب بالنسبة برضو لحاجة تانية مهمة كتير من ضمن الاخبار السارة، تعرف الحاجة اللقطة، يعني لما بتشتري حاجة بتكون مثلا بشتري حاجة اللقطة، بعت حاجة فرصة حلوة ليا بعتها، مش عارف، فعندك بيع وشراء اللقطة، بيع وشراء متميز، عندك مكان جديد جبته لقطة بعت مش عارف. فعندك حاجة ليها علاقة بالبيع والشراء، الاستثمار، عقارات، الجو ده مناسب كتير ليك، بيعلي من شأنك، الوضع المالي قد ايه، هيكون في حالة من الاستقرار. مشاكل كمان صحية كانت موجودة عند برج الحوت، المشاكل الصحية دي ليها علاقة بشيء جديد، بشيء ممكن يكون يعني عشان احافظ على صحة معينة لازم عليك حاجة معينة، او عشان مثلا امور انجابية فلازم ان انا مثلا صحتي بقى فيتامينات، عندك حاجة لازم تتعالج بحاجة تانية، فعندك النقطة دي، فهيكون عندك استشفاء صحي بشكل كامل، عندك الخروج من دائرة تحاليل، من دائرة دكاترة، من دائرة مشاكل صحية، مشاكل طبية، فعندك الخروج من الحالة دي يا برج الحوت، وده هيحسسك بأكتر الأمور الخاصة بالاستقرار بحالة من الهدوء، فعندك ده. في حاجة تانية مهمة كتير، وهي ان انت بتحاول تبرر مواقفك، بتبرر شيء انت قمت بيه، عندك انك بتسعى للتبرير لتحسن وجهه النظر السلبيه المتاخده عنك، متاخده عنك من حد من المقربين، من الاهل، من الاصدقاء، من ايا كان الشخص مين، ولكن في وجهات نظر سلبيه متاخده عنك انت بتحاول تلعب عليها، تشتغل عليها عشان تصلحها، عشان محدش ان هو يبقى شايفك بشكل مش لطيف، شايفك بشكل سلبي، فانت بتحاول تصلح وجهات النظر دي. فإذا أنت عندك سعي واجتهاد أنك تكون شخص أحلى، شخص مسالم أكتر، متصالح مع نفسك أكتر، بتصلح من أخطائك، منتظم في أمورك، قراراتك إيجابية، بتبتعد عن الأخطاء، بتبتعد عن الكسل، عندك أن أنت بتسعى أكتر، اجتهاد أكتر، طاقة حلوة، كل ده بيحسن وجهة النظر السلبية المتاخدة عنك يا برج الحوت. عامة أنا بتمنى كتير أني أكون فدتكم، وبتمنى لكم شهر متميز، بتمنى لكم كل الأخبار تكون سارة بالنسبة لكم، بتمنى لكم كل حاجة إيجابية برج الحوت. عارفة أن كتير منكم تعب الفترة اللي فاتت، ولكن حان وقت التغيير اللي هيكون موجود بشكل تدريجي. بشكركم جدا، ما تنسوش اللايك والشير واشتراك في القناة وتفعيل الجرس. سلام.